بقى لمشكلة كنيسة الخصوص. ومعانا مع حضراتكم الأستاذ نادر شكري الصحفي المعروف وأيضا مهتم بالشأن القبطي. أستاذ نادر برحب بحضرتك معانا. أهلا بيك يا دكتورة، مساء الخير، كل سنة طيبين. وحضرتك طيب وبخير يا رب. ايه قصة الكنيسة اللي احنا وصلنا من معلومات ان كان في اعتراضات علشان في حاجة ليها علاقة بترخيص الكنيسة، والامر ما كناش نتوقع انه يعني بعد تصريحات الرئيس السيسي ان احنا نلاقي فيه مشاكل ليها علاقة بأي كنيسة، حتى مش فكرة ترميم أي كنيسة أيا كانت على أرض مصر. طبعا الحقيقة الكنيسة بتخدم منطقة الخصوص اللي هو المجاورة للدائري، نعم وفي المكان ده مفيش كنيسة، فتم إنشاء يعني مبنى من حوالي عام ونص بيمسوا فيه الأقباط، يعني الصلوات والشعائر الدينية، ويمكن على مدار عيدين الناس كانت والمسؤولين كان بيروحوا يهنوا الأقباط في المكان ده، نعم لكن اتفاجئوا الأقباط في منطقة الخصوص بقرار بمدير أمن الأليوبية معاه مدعوم بحملة، وجاي يزيل الكنيسة بناء على قرار صادر من محافظ بإزالة الكنيسة. وطبعا حصل تجمهر من الأقباط في منطقة الخصوص رافضين وتصدوا لفكرة إن هم يهدم المكان اللي بيصلوا فيه، نعم خاصة انه ما فيش اي اشكالية خالص مع اللي في المنطقة نهائي يعني. طب ما امال ايه اللي اثار يعني كأنه الدنيا؟ نعم يعني ايه اللي خلى الدنيا اثيرت وحصل هذا القرار؟ يعني طالما ان في مفيش اي مشاكل مع اللي حواليهم. هو في حد طبعا يعني من المجلس المدينة هو اللي بلغ انه في كنيسة في المكان، وانه وبناء عليه تم صدور قرار الازالة حتى من غير ما الاقباط يعرفوا او يتم اختارهم بموضوع الازالة. نعم لكن طبعا مع التجمهر حصل انه بعض اعضاء مجلس الشعب الموجودين او الاقباط كمان وقفوا وتصدوا للموضوع وتساءلوا يعني اسباب الازالة، فكان رد المحافظ ان المكان ما فيش مش موجود تصريح لممارسه الطقوس او الصلاه، نعم فكان الرد عليهم يعني هو اي كنيسه في مصر يعني معاها تصريح انها تمارس الصلاه يعني، وهل الصلاه بتحتاج الى تصريح؟ واذا كان الاقباط موجودين في مكان اصلا، طبعا انت عارفه حضرتك المنطقه خصوصا هي المناطق الجديده اللي نشات على خط الدائري من فتره طويله واصبحت من ضمن المناطق العشوائيه، وبالتالي كل مدى المنطقة حصل فيها توسعات ضخمة جدا بالنسبة للمستوى السكاني، وبالتالي ما كانش فيه كنيسة لخدمة أهالي المنطقة، فتم إنشاء هذه الكنيسة. لكن الغريب جدا إن مدير الأمن ياخد الخطوة دي في التوقيت ده كمان بعد صراحات الرئيس والزيارة المبهرة، وطبعا يعني اللي عملت صدى رائع بين الأقباط والمصريين عموما، انه يطلع المحافظ في حملته لهدم الكنيسه، وكان المفروض ان يكون في نوع من الحكمه والتعقل في اداره الامر، طب الوضع لكن هيرسي على ايه للاسف كده يا استاذ نادر؟ يعني انت شايف هل الاتجاه ممكن يكون نحو ترخيص رسمي ولا انه الازمة هتظل قائمة؟ يعني الوضع داخل شكله هو الوضع لحد دلوقتي ان قرار الازاله لسه لم يعني لم يتم الغائه حتى الان، فالأزمة موجودة لحين أن يتم تقنين وضع المكان، نعم وأن الكل يتفهم طبيعة المكان، وأنه المكان مهم جدا لخدمة الأقباط المنطقة، تمام وأعتقد أنه كده ده مهم، لأنه أنت مع أي منطقة جديدة بتحصل لازم يكون في زي ما في مساجد كتير لازم يكون في كنيسة لخدمة المنطقة. لكن للأسف أنه مدير الأمن يعني برضه كان ليه سابقة أنه بعد عيد الميلاد مباشرة قام بإغلاق مكان في منطقة اسمها أو قرية اسمها ديجو تبع مركز توخ، أيضا لعدم وجود تصريح للصلاة. فالفكرة يا جماعة أنتوا تفكروا إزاي؟ إحنا دلوقتي نركز شوية في الأمور الخاصة بالأمن والفوضى والفساد، ولا ومش هنفضل والكنايس بقى يعني نتشغل في إغلاق الكنائس؟ حاجة صعبة. يعني طيب هو كان في برضو الكلام طبعا اتقال في البرلمان على موضوع، وده كان تصريحات العجاتي، انه موضوع دلوقتي تصريحات الكنائس هتكون في ايد المحافظ، فهل هناك محاولات بالنسبة للتواصل مع المحافظ حول أزمة قرية أزمة الخصوص ودي جو ايضا؟ بالتأكيد
بالتأكيد يعني بعض أهالي المنطقة وبعض أعضاء مجلس الشعب اللي هم اتدخلوا في الموضوع، تمام. بعتوا رسالة لمحافظة المقابلة، لكن لسه المقابلة ما حصلتش لحد دلوقتي لتقنين وضع الكنيسة ومناقشتها. لكن بالظبط. نتمنى يعني فكرة، نتمنى حضرتك تتكلمي على قانون بناء الكنائس اللي لسه يعني لحد دلوقتي ما نعرفش ايه تفاصيله، يعني ما انا مش بعد عارفه هو ال ليه تصريح موضوع المحافظ ده استبق ان قبل ما يتم مناقشه القانون ولا اي حاجه، بس مش هو عارفه هل ده برضو حاجه هو ايجابيه طبعا ولا الكل بيعتمد على المشروع القانوني اللي تم نشره من قبل في 2014، اللي كان خاص بقانون دور العبادة الموحد. لكن لحد دلوقتي القانون بناء الكنائس يعني غير معروف بنور بشكل واضح، خاصة انه وزارة شؤون مجلس النواب اخذت مشروع بناء الكنائس من الكنيسة، والمفروض انها هي بتعدل فيه وهتبدأ تبعته مرة تانية للكنيسة للبت فيه قبل ارساله لمجلس النواب. فطبعا وخاصة انه يعني القانون يعني المفروض انه يطرح ايضا ليه على الاقل للمناقشه او النقاش المجتمعي، علشان يتم علاج اي ثغرات ممكن تتحط فيه. وطبعا ده مهم جدا من خلال تمام. الحقوقيين والمحامين اللي ليهم خبره وباع طويله جدا في موضوع بناء الكنائس بالذات في المحافظات، نأمل بقى انه وده اللي الدنيا احنا تتظبط يعني. منتظرينه يعني ان شاء بالظبط الله. يعني بالظبط ان شاء الله. في اي امور اخرى حضرتك متابعها استاذ نادر؟ اعتقد يعني ما عدا هذه المشكلة الامور ماشية كويس. الحمد لله، هو طبعا كل الأخبار المفرحة إنه بالفعل موضوع بناء الكنائس في القوات المسلحة بدأت بالفعل في عدد من الكنائس اللي لم يتم إعمارها، يعني في نعم. الفيوم 5 كنائس، وفي السويس بالفعل تم يعني لجنة راحت عينت دير راعي الصالح ودير الفرنسيسكان وهيبدأوا في الأسبوع المقبل. طبعا رئيس الأنبا موسى الأسود بالفعل تم تعليق لافتة للعمل فيها. الكنيسة الإنجيلية بمنشية بدين في صنوبر أيضا تم العمل فيها. يعني الكنائس لسه، كنيسة كرداسة هي حقيقة يعني ملاك ميخائيل في كرداسة لسه لم يتم العمل فيها حتى الآن يمكن لظروف المنطقة هناك. لكن كنيسة العذراء بكفر حكيم للأسف إن فيها مشكلة، إنه المقاول بدأ العمل في الكنيسة العام الماضي، وبالفعل بدأوا يزيلوا آثار الحريق من على الجدران ويحطوا البنية الأساسية من الكهرباء ومواسير المية، وفجأة المقاول ترك العمل أكثر من 4 شهور حتى الآن في الكنيسة، يعني سايبين الكنيسة على نص تشطيب لم يتم استكمالها. لكن أبونا دكتور سعد كان النهارده عمل من خلال يعني عملنا مناشدة للرئيس لاستفسار عن سبب التوقف في استكمال أعمال الإنشاءات داخل كنيسة العذراء بكفر حكيم التابعة تمام. لمنطقة كرداسة، نعم. عموما اعتقد ملف ومنتظرين يعني الكنايس نشوف الرد. كله يعني اعتقد انه زي ما الرئيس كده اشار ده وعد رئاسي، فاعتقد ان الكل ان شاء الله في خلال الفتره دي واي حاجه متوقفه هيتم العمل فيها مره اخرى. استاذ نادر شكري، بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه الايضاحات، وهنتابع مع حضرتك طبعا اهتمامك بكثير من الملفات حيال الكنائس وايضا الامور الاخرى. طيب.